السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان خروج بشكل سهل وبسيط قوي للمحجبات والغير محجبات بطريقة سهلة ومبسطة. أول حاجة معانا البطرون الأساسي، طبعا البطرون ده في كل المقاسات، فالنهاردة مش هحدد مقاس معين للتفصيلة دي بالذات، هنعملها بشكل سهل وبسيط قوي. أول حاجة هنبدأ إن احنا نقص بطريقة سهلة كده ومبسطة، وهنعمل مرد منفصل. المرد المنفصل ده هنعمله، وكمان هنعمل لياقة أساسية عادية خالص ملهاش علاقة بالمرد، لياقة بس مش ليها أي علاقة بالمرد خالص، تمام. وهنبدأ واحدة واحدة إن احنا نعمل الجيبة بعد كده بتاعتنا، وهتكون الجيبة دورين، الدور الأول صك، الدور التاني هيبقى جاي زي بالظبط الكورنيشة أو كسرات. ادي يا جماعة البطرون الخلفي بيتعمل بشكل سهل بسيط قوي زي ما انت شايفة اهو، وادي البطرون الامامي، وده اللي هيبقى عليه التعديلات بتاعتنا بتاعت المرض، تمام كده. طيب هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نقسم بقى نصين كده. طبعا اهم حاجة اللايك الجميل في التعليق الاجمل، والاشتراك ده قرارك انت. وبعد ما قسمنا بالشكل ده، ادي الامام اهو قسمناه، هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نركنه على جنب، وهنبدأ نجيب القطعة دي بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا نعمل منها المرد بتاعنا بخط مستقيم، وبعدين هنبدأ نتني المرد ده. بصوا كده اهو شكل سهل مبسط قوي. ثانية واحدة، طبعا ما تنسيش اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة والصلاة على سيدنا النبي. بنصلي عليه مرة صليت عليه 10، وبنصلي عليه 10 صليت عليه 100، وبنصلي عليه 100 صليت عليه 1000، وبنصلي عليه 1000 حر ما جسده على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي عشان نبدأ ان احنا نحط المرد بتاعنا على القماش، محتاجين ان احنا نحط وش المرد على وش البلوزة بتاعتنا او وش الفستان بتاعي، وهنبدأ واحدة واحدة كده كده بشكل سهل وبسيط قوي، وزي ما انت شايفة من الصفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما افتكر الصلاة على سيدنا النبي. انت بتعملي اي حاجة هتسهل عليكي كل حاجة، وهتحسسك ان كل حاجة خفيفة. بصوا بقى يا جماعة الموضوع سهل ازاي. ادي المرد اهو، المرد ده عشان يقفل بالشكل ده محتاج حاجتين، لا اما بطانه لا اما فازلين عشان نقدر ان احنا نخليه يقف بالشكل ده. هنبدا نركب كمان المرد التاني بنفس الصوره كده، بعدين هنبدا نقص الزياده. هنقلب كده المرد، وهنبدا اول نسيبه كده، وبعدين واحدة واحدة كده بشكل سهل ومبسط قوي. اصبح عندي المرد في الامام جاهز ان انا اركب الامام على الخلف. هركن الامام على جنب، وهجيب الخلف واحط على ايه الامام. هنبدأ نقفل الاول الكتف على الكتف، وبعدين نقفل الجناب من الناحية الثانية، الكتف على الكتف كده، وبعدين هنقفل الجناب. هنسيب طبعا اي زيادات موجودة معنا. هنبدأ نقفل المرد بتاعنا كده بشكل مبسط قوي اهو، تمام كده صورة سهلة وبسيطة زي ما انت شايفة كده. بعد كده هركن البلوزة بتاعتي دي على جنب، وهبدأ اجيب القطعة اللي انا هعملها لياقة علشان نعمل اللياقة بتاعتنا او اللياقة الاساسية بتاعتي بشكل سهل وبسيط اوي. ادي قطعة اللياقة اللي احنا هنستخدمها. محتاجين ايه عشان نعمل اللياقة؟ محتاجين نص دوران حردة الرقبة، يعني لو دوران حردة الرقبة 20 يبقى احنا محتاجين النص 10،
كده، وهنبدأ نعمل خط طول من هنا 10، ومن الناحية التانية كمان 10. العرض اللي هي هيبقى 5 سنتي كفاية. وبعدين هنبدأ من هنا ونعمل 10، وبعد كده هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نطلع من هنا حوالي 2 سنتي بالظبط كده، وبعدين هنبدأ نرتفع من هنا 0.5 سنتي. المقاسات اللي انا بقولها دي مقاسات افتراضية، انت هتغيريها بالمقاسات الحقيقية. وبعدين نبدأ نوصل بالشكل ده الياقة بتاعتنا، وبعدين نبدأ نوصل الزيادة بتاعت الياقة في اقرب مكان لينا. هنا ممكن ما تبقاش جاية بالشكل السبعاوي ده، ممكن انت تعمليها زي البيضاوي، هتبقى برضك شكلها كويس. فاحنا هنعملها لياقة بيضاوية مش جاية سبعة، وهنبدأ واحدة واحدة نقص الياقة بتاعتنا كده، وهنقص الشكل البيضاوي بالطريقة دي. الياقة لما هتيجي تتركب هتتركب من هنا، ملهاش علاقة الجزئية اللي فوق دي، ملوش علاقة برضو المرد بتاعي. هنبدأ ان احنا نركب كده واحدة واحدة بعيد عن المرد طبعا، وهنبدأ ناخدها داير ما يدور كده، وهنبدأ كمان ناخد خلف معانا داير ما يدور كده اهو. شكل سهل ومبسط اوي زي ما انت شايفة اهو. ومن الصفر لحظة واحدة، شايفة ازاي الموضوع سهل اوي يا جماعة. انا حبيت بس اجيب لك تركيب اللي هي قدامك عشان الموضوع يبقى سهل ليكي، وما تحسيش ان في اي حاجة صعبة في اللياقة خالص. ادي الياقة اهي بنفتحها، وبعد ما ركبت الياقة هبدأ ان انا اثنيها التانية الطبيعية بتاعتي، وهبدأ ان انا افرد الجاكيت، افرد الفستان، عذرا افرد الفستان بالشكل ده، وهبدأ اقفل بقى المرد بتاعي على بعضه، لان خلاص شكل الياقة اللي انا عايزاه ركبته وخلاص، انا مش محتاجة اي حاجة تانية خالص. تمام، لحظة واحدة، انا مش محتاجة اي حاجة تانية خالص بالنسبة للبلوزة بعد كده. طبعا في ناس كتير قوي هتشوف في الصورة قصة برنسس، انا مش هعمل قصة البرنسس دي. طب ليه كده يا مريم؟ مفيش ليه كده، لان احنا اولا عملناها كذا مرة في كذا فستان، فالمرة دي هنعمل فستان بشكل مختلف شوية بعيدا عن قصة البرنس. ادي الياقة البيضاوية اهي، وادي شكل الياقة بعد ما ركبناه. نركن الفستان على جنب، هنبدأ نجيب القطعة دي وهنعملها جيبة، نوعين من الجيبة. اول مكان ان احنا هنبدأ ناخد طول الجيبة بتاعنا اللي احنا عايزينه كده، نقسم نصين. فاول حاجة خالص هعملها ان انا احط دوران الوسط معايا، ربع دوران الوسط، بعدين هنزل بطول الجنب، وبعدين احط دوران اكبر حجم عندي كده، وبعدين هبدأ واحدة واحدة ان انا اوصل دوران الوسط مع دوران اكبر حجم، مع هزود كمان على دوران اكبر حجم ده حوالي في الطول، هنزود حوالي 10 سنتي زيادة. معنى كده ان احنا هننزل 10 سنتي كده، هنعمل خط هنا كده، وهبدأ انزل بقى بالجيبة بتاعتي طبيعي اهو. خلاص الزيادة دي هنبدأ ان احنا نعملها كسرات. تمام، هبدأ ان انا اقص الاول واحدة واحدة الزيادة بتاعتي كده بالشكل ده، اركنها على جنب، وهبدأ ان انا اقص الجيبة بردك بالشكل ده، افردها في الجيبة شكل سهل ومبسط قوي يا جماعة. اهم حاجة بس متنسوش الصلاة على سيدنا النبي. وادي القطعة الزيادة، هنبدأ ان احنا نعملها كسرات
ممكن تعمليها كشكشة زي ما انتي حابة، بس انا هعملها كسرات، وهبدأ ان انا اخدها كده كسرات كتير قوي مع بعضها او جنب بعضها كده، واحدة واحدة، وهبدأ من هنا برضك اهو كده، وهاجي من الناحية التانية كده، هشوف الزيادة هتجيلي قد ايه. في عندي زيادة، فالزيادة اللي هتجيلي دي اخدها من النص بالطريقة دي، هبدأ اركب دابيس واركب الكسرات دي بالشكل ده، ارجع لك تاني. بصوا يا جماعة دلوقتي واحدة واحدة كده هنبدأ ان احنا نركب بشكل سهل وبسيط قوي الكسرات مع الجيبة زي ما انت شايفة كده اهو كده. طبعا متباعدين عن بعض كسرات، فالمسافة بتاعتي ظبطت اهي اهي كده، وادي شكل الجيبة بعد ما ركبتها. هبدأ اجيب الفستان بتاعي من فوق وهركب فيه الجيبة كده بشكل مبسط وسهل، طلع معايا نفس المقاس نفس الحجم نفس كل حاجة. هبدأ افرد فستان كده، هبدأ ان انا اعمل بقى الزراير بتاعتي من اول فوق كده. وطبعا لو احنا عايزين نركب حزام من الالماس هنبدأ نعمله من هنا بالشكل ده. لحظة واحدة هجيب دبابيس بسرعة قوي اثبت الحزام بالالماس وارجع لك تاني. بصوا بقى يا جماعة ده شكل الفستان في الاخر خالص، تعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني فكرة تعجبك قوي. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة علشان خاطر يوصلك كل جديد بنزله. اهم حاجة بس اللايك والتعليق، وانك تتفرجي من الاول لحد الاخر. بصوا اللي اتعملت ازاي بنفس الصورة تقريبا، وادي كمان المرض، وادي شكل الجيبة في الاخر خالص، وادي كمان الكسرات او الكلوش اللي فضلت في الاخر، وادي الشكل النهائي للفستان يا جماعة، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة. يا رب تكون الفكرة عجبتك. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد.